دلوقتي ومساء الخير على حضراتكم في التغطية المتواصلة على شاشة اكسترا نيوز. هنتكلم معاكم في موضوعات كتيرة ومهمة على مدار الساعتين اللي جايين، طبعا فيما يتعلق بمثلث الشر لدعم الفوضى قطر تركيا الإخوان وصلتهم بشكل كبير، وهنتكلم كمان عن المخططات المقبلة بعد الفشل في بث الفوضى بالشارع المصري. الحقيقة مش أنا اللي هتكلم، يعني مش هتكلم أنا كتير، احنا بنقول هنتكلم ليه؟ عشان هيشاركني صديقي العزيز المفكر الأستاذ يوسف الحسيني. كلام كبير قوي، مفكر ايه ولا مفكر ولا حاجه، ربنا يخليك ايه، كفايه عليا الزمان. ازيك يا يوسف؟ ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله، كله تمام، كله ماشي، كله تمام. انت عارف انا بحب ان احنا نبدا الحلقات بطاقه ايجابيه، طبعا لان بيفرق معانا جدا في الروح الحماسيه اللي احنا بنناقش فيها موضوعاتنا، تفرق معانا وتفرق وهتفرق كمان مع المشاهد الكريم طبعا اللي بيتفرج علينا. انت عارف ان احنا الحد الجاي ان شاء الله باذن الله ذكرى نصر اكتوبر 46 باذن الله. 46 سنة، كل سنة فيهم بنكتشف حاجة جديدة ونضال جديد وبطولة جديدة اتعملت في التاريخ العظيم ده في مصر. صحيح. طيب قبل ما نتكلم وندردش ونقارن ما بين 6 أكتوبر 73 والوقت اللي احنا بنعيشه، لأن احنا برضو في عدو وفي مخطط وفي حرب، بس الحرب يمكن مختلفة شوية كتير. خلينا نشوف معاك ومع المشاهدين التقرير العظيم ده من أبناء وأبطال الجيش المصري وهم بيغنوا بيرددوا هتافات عظيمة جدا. نرجع لحضراتكم تاني. اصحى يا مصر وأم النوم، اصحى يا مصر وأم النوم، جيشك عمره ما باعك يوم، جيشك عمره ما باعك يوم، جيشك ده معمول علشانك، جيشك ده معمول علشانك، وهدف نادي حماية أرضك، وهدف نادي حماية أرضك، قلتوا علينا دول عسكر، قلتوا علينا دول عسكر، قالها جاسوس قابض بالأخضر، قالها جاسوس قابض بالأخضر، قالها أحمر من غير ما يفكر، خواجة بالعرب مكسر، أنا خواجة بالعرب مكسر، ما يقولهاش مسلم بيكبر، ما يقولهاش مسلم بيكبر، ما بتتقالش في بلد الأزهر، ما بتتقالش في بلد الأزهر، مهما تقولوا ومهما تعيدوا، مهما تقولوا ومهما تعيدوا، مصر بجيشها تفضل أكبر، مصر بجيشها تفضل أكبر، اصحى يا جندي واوعى تنام، اصحى يا جندي واوعى تنام، أعداء في كل مكان. سألتك في الكواليس يا يوسف، أنت اتفرجت على فيلم الممر ولا لأ؟ للأسف لأ. طيب يمكن أنا كنت محظوظة واتفرجت عليه كذا مرة. هحكي لك بس موقف معين. الموقف ده طبعا الفيلم بيناقش يعني مرحلة الاستنزاف، حرب الاستنزاف، وكان بيتكلم على العمليات النفسية والحرب النفسية اللي كانت بتوجه ليه جنود الجيش المصري والإحباطات اللي كانت موجودة، واللي كانت من ضمنهم كان الشعب في موقف من المواقف اللي مر بيها ضابط مصري كان بيمثله طبعا الفنان أحمد عز. كان في موقف في عملية نفسية، في إحباط كبير جدا، مش هيختلف عن اللي احنا شفناه دلوقتي من الشعارات ومن الهتافات اللي بتقاوم كم الإحباطات وكم العمليات النفسية اللي بتواجه العساكر والضباط والجنود المصريين. أنا عايزة أعقد مقارنة، يعني 46 سنة نصر أكتوبر، وقبل نصر أكتوبر، نصر أكتوبر ده ما جاش كده يعني، كان طبعا قبلها في طبعا صولات وجولات في تاريخ مصر، ودلوقتي احنا بنواجه برضو حرب على الإرهاب بشكل أو بآخر. شايف المقارنة ممكن نعقدها إزاي؟ خلي المقارنة في إطار الظروف بتاعة كل مرحلة، يعني مرحلة حرب الاستنزاف ونصر 73 دي مرحلة زمنية معينة كانت الناس فيها بتتلقى المعلومة بوسائل معينة وبطريقة معينة. المسألة بقى في 2011 أو 2020 المسألة مختلفة تماما، لأنه الوسائط اللي انت بتتلقى منها
أصبحت كتير جدا جدا جدا، المعلومة ما فيهاش شيء مؤجل، ولأنه الوسائط كتير ولأن المعلومة ما فيهاش شيء مؤجل، فممكن المعلومة كمان يتم العبث بيها عن عمد، أو أنه المعلومة ما تبقاش دقيقة عن غير عمد، وبالتالي يحصل الخلط واللبس. يعني إحنا حرب الاستنزاف بدأت مباشرة بعد نكسة 67، على عكس ما هو متعرف عليه نحن بدأنا في 68 على الإطلاق. إحنا بعد شهر ونص بدأ الزعيم جمال عبد الناصر وقتها كرئيس للجمهورية وقائد أعلى للقوات المسلحة في العمل فورا على العمليات بتاعت حرب الاستنزاف. طيب العالم كله كان بيعرف المعلومة من إيه؟ يا إما من الصحافة المطبوعة، الإذاعة، يا إما الصحافة المتلفزة، يا الصحافة المذاعة بس. طيب وفي أغلب الدول بالمناسبة هتلاقي أنه كان دايما في تلفزيون مملوك للدولة، وطبعا في فرق ما بين كلمة مملوك للدولة ومملوك للحكومة. يعني ما بحبش كلمة تقول لك تلفزيون حكومي، ما فيش حاجة اسمها تلفزيون حكومي، يعني الحكومة ممكن تتغير في السنة مرة أو اثنين أو حتى ثلاثة يعني، فتلفزيون مملوك للدولة. طيب ده أغلب دول العالم إن لم يكن كلها، ما فيش دولة ما عندهاش تلفزيون مملوك ليها. ده واحد. اثنين، هو ما فيش تلفزيون في الدنيا بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية ما عندوش انحيازات لحزب ما أو طيار ما. يعني ممكن تلاقي CNN و CBS دول طيار ديمقراطي، وتلاقي حد زي فوكس نيوز دول طيار جمهوري، وده طبيعي ومتفهم جدا ومتعارف عليه ومعلن. طيب لكن هرجعك تاني للظرف. أولا المصدر دايما مصدر غير مجهل، لأنه بيطلع كان الكلام بتاعه يا إما على تلفزيون يا إما على جريدة يا إما على راديو، فلازم يتخذ المصدر الرسمي، بالذات فيما يتعلق بإيه، يتعلق بأي شيء عسكري، أي حاجة متعلقة بأي جيش في الدنيا لازم المصدر بتاعه يبقى مصدر رسمي. لا تترك الأمور أبدا للقيل والقال، ولا تترك الأمور للمجتهدين، لأن دي معلومة. أنت بتتكلم إما عن نصر أو لقدر الله هزيمة، بتتكلم إما عن قدرتك أن أنت دخلت حتى من الأرض وحررتها، أو لقدر الله في شهداء سقطوا أو مصابين إلى آخره. لأنه العبث بهذا النوع من المعلومات أو تزييفه أو تدليسه على طول يساوي كارثة. كارثة في الإيه؟ فيما نطلق عليه جميعا الشكل، الحالة المعنوية بتاعت مين؟ بتاعت طرفين لأي أمة، الشعب أكيد، شعبها وجيشها. جيش لا ينفصل عن شعبه، وشعب لا ينفصل عن جيشه. وده بالمناسبة يخليني أرجعك لمصطلح كده كنا ناخده زمان حتى من أيام الجامعة، وهو أصبح موجود بكثرة، مش للأسف الشديد في مصر، لكن موجود في الجامعات الكبيرة اللي بتدرس علوم سياسية، مصطلح اسمه حراس الأمة. حراس الأمة ده مصطلح بيطلق على جيوش، مش على الجيوش، على جيوش، وهم تقريبا حوالي 5 جيوش على مستوى العالم اللي بيطلق عليهم تعبير سياسي اسمه حراس الأمة. ال5 جيوش دول، هو واحد منهم هو الجيش المصري، ده بالمناسبة، جيش منهم تاني هو الجيش الروسي، ايا كان بقى سميها روسيا سميها الاتحاد السوفيتي، بس اللقب ده اطلق على الجيش الروسي من ايام بيتر الاكبر او بيتر ذا جريت. يعني احنا بنتكلم تقريبا من القرن الـ16 ده في روسيا. اللقب ده مطلق على مصر من اواخر القرن الـ19، كويس. وفي جيوش تانية، في 3 جيوش تانيين هم بيطلق لهم حراس الأمة. يعني إيه حراس الأمة بالظبط؟ يعني دي جيوش لا تنحاز لفرد، دي جيوش لا تنحاز لأي تيار سياسي، دي جيوش غير مؤدلجة، دي جيوش تخرج وقت اللزوم وترجع بعد الاستقرار الكامل بس. عشان كده بيسموا حراس الأمة، يحافظوا على الأمة واستقرارها دون أي انحيازات. على الإطلاق، على الإطلاق. كان في مرحلة ما كان الجيش التركي بيطلق عليه من ضمن جيوش اللي بيطلق عليها حراس الأمة، إلى أن تم عزل الجيش التركي عن هذا الدور. تعرف في الدستور التركي قبل ما يتم العبث به كان الجيش التركي هو من ضمن حراس الأمة بالنسبة لتركيا، وهو حاميا للدستور، حاميا للعلمانية التركية. العبث اللي حصل أيام رجب طيب أردوغان أو في السنتين الأخار أدى إلى أنه تم نزع هذه الصلاحيات من الجيش، ففقد هذه الفعالية. أنا أظن أنه جزء من تركيبة الجيش التركي أن يصير، أو جزء منها أنه هو فعلا حارس للأمة بشكل أو بآخر. لسه كنت قاعد عمال بقرأ حاجة على الويب سايت بتاع روسيا اليوم، فكنت بتابع تقرير عن لين الروس، مش مصر، مش الإمارات، مش السعودية، عشان محدش يقعد يخوت لنا في دماغنا خالص. ده الروس بيقولوا إنه تركيا على شفا انقلاب عسكري وشيك.
ده غير 2016، ده جديد، ده لسه طالع امبارح، تقرير طالع امبارح، الروس هم اللي بيقولوا مش احنا يعني. مش موضوعي، لكن هرجعك على فكرة وضعية الجيش المصري تاريخيا. الجيش المصري تاريخيا جيش كبير جدا، عنده جذور ضاربة في عمق التاريخ، هو أول جيش نظامي عرفه العالم. الجيش المصري تقريبا عمره حوالي 8200 سنة، وبعد كده حصلت أزمة كبيرة مع دخول اليونانيين أو الإغريق مصر في تقريبا حوالي 500 سنة قبل الميلاد. بعد كده حصل شكل من أشكال تفكيك الجيش، لأنه أصبح القوات اليونانية لو صح التعبير أو المحتل نفسه هو اللي بيدافع عنك. ليه؟ لأنه احتل الأرض بتاعتك. وبعد كده جم الطلاينة روما، وبعد كده جه العرب المسلمين وهكذا. لكن ما كنتش تقدر توصف أنه القوام الرئيسي، لأنه القادة كانوا دايما يجوا من بره. يعني هتلاقي مثلا كان القائد، ممكن تلاقي القوام الأكبر مصريين، بس القادة إغريق، القادة طلاينة، القادة من العرب، فليكن مثلا سيدنا عمرو بن العاص مثلا يعني. طيب، لكن القوام العام هو مين؟ جنود مصريين. جنود مصريين. طيب، وبعد كده تفضل تكمل بهذا الشكل لحد ما يبقى في عندك شكل عام ثابت واحد، بداية من تكوين الجيش المصري في العصر الحديث أو في مصر الحديثة من بعد 1805. بدأت بقى تعمل إعادة تركيب وتشكيل للجيش، فيصبح قادته بجنوده بكله هو مصري خالص. جدير بالذكر ان الناس كده تتقول بكلام هم، مش هيقول لك ايه اصل محمد علي، اسره محمد علي ما هماش مصريين، ما تقدرش تقول كده، لان هم اعتبروا نفسهم مصريين من اللحظه اللي بدا محمد علي يحكم فيها مصر في 1805. يعني بما فيهم للاسف الشديد حتى الملك فاروق اخر ملوك مصر لو صح التعبير، وبيعتبر نفسه مصري خالص، وده جزء من التركيبه المصريه برضه. ففي النهايه اصبح في عندك جيش بوضوح حديث يقف لأجل حراسة هذه الأمة أو هذا البلد أو هذا الشعب أو هذا الوطن، لا يخلو أي جيش من كبوات للأسف. عملنا ثورة كبيرة في 1882 مع أحمد عرابي باشا، ما نجحناش عشان نطرد المحتل أو نحول دون الاحتلال. الخيانة بتاعت خنفس خلت إن احنا تهزمنا ماشي، لكن في النهاية هو نفس الجيش هو اللي كان بيدافع عن الأمة المصرية وعن أمة العرب عن الأرض المحتلة في 48. هتيجي تقولي احنا كسبنا ولا خسرنا، نقولك 48 بالذات ما تقدرش تقول احنا خسرنا أو كسبنا، عشان كل وقته لظروفه، لأنها جولة من جولات، لأنها في النهاية خلص هو صراع عربي صهيوني في المنطقة. انت خسرت 48 بس انت كسبت كمان 73، صحيح انت كسبت في 67 بس انت كسبت في 73. نفس الجيش ده هو اللي اشتغل على انه يحصل ثورة في البلد ويتغير نظام الحكم من نظام ملكي واستبدادي وقاسم اقتصاديا الى نظام جمهوري. والنظام الجمهوري ده هو اللي قدر يقف قدام ثلاث جيوش، حتى ولو بقرار مجلس الامن، ده شكرا للسعي الدبلوماسي المصري برضه. كويس، فقدرت تتعدي، يحصل 67 وتنتصر في معارك كتيرة ومتوالية لحد 73، لحد ما تحصل معركة فاصلة في 73 تقدر تحرر بيها أراضيك. ده شكل الجيش المصري. الجيش المصري بالمناسبة لما عمل ثورة 52 مفيش مخلوق اتعور. دي طريقة تفكير، دي المايند سيت، ده العقل المحرك للجيش المصري. احنا حماة هذا الوطن وشعبه بس. طيب، خلينا نشوف النهاردة ايه اخر اخبارنا، ايه رأيك؟ ماشي. طيب، انت عارف طبعا ان يعني الاخوان لا يكلوا ولا يملوا من ترويج الشائعات، يعني بيحاولوا كده ايه يتسلوا طبعا كل يوم. دي حلاوة روح. طبعا برضو. والله حلاوة روح. ماشي، اوكي. كان معانا خبر منذ قليل على شاشة اكسترا نيوز طبعا، ان في يعني لجنة التسعير التلقائي كانت بتقر وبترصد الخبر ده ان قرارات الخفض تأتي التزاما من ما تم الاعلان عنه في يوليو الماضي. خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن الموضوع ده، وعشان نفي الاشاعات كمان مشاهدينا، يعني هذا الامر المهم جدا، مع المهندس خالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية. يعني مهندس خالد، تحياتي لحضرتك في البداية، وطبعا عايزين نعرف ونطمن من حضرتك على آخر التفاصيل، اتفضل. أهلا بحضرتك. آخر التفصيل، طبعا احنا أعلننا منذ قليل انخفاض أسعار البنزين بأنواعه حوالي 25 قرش،
البنزين 95 يبقى ب 8 جنيه 75، البنزين 92 7 جنيه 75، البنزين 80 ب 6 جنيه ونص، المازوت المورد للصناعات 4250 بدل 4500. حقيقة في قرار في شهر 12 2018 من دور رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة البنزين 95 كل 3 أشهر في ضوء انخفاض وارتفاع سعر الصرف وخام برنت. وعقبه قرار اخر بعد الاسعار اللي زيادت الاسعار في يونيو اللي فات في يوليو 2019 ان اللجنه تستمر بمراجعه جميع المنتجات البتروليه فيما عدا البوتاجاز والمنتجات المورده للكهرباء والمخابز. فاللجنه انعقدت من شهر يوليو اللي فات لغايه دلوقتي بحيث نشوف طبقا للاسعار العالميه والنشرات بتاعت الاسعار العالميه بتوصل خام برنت في ازدياد بالنسبه للقطه بتاعت شهر 6 ولا انخفض، وكذلك سعر الصرف. والحقيقه اللي حصل الحمد لله حصل انخفاض في سعر الصرف وخام برنت. طيب وبالتالي اللجنه لما اجتمعت قررت انخفاض الاسعار المنتجات البتروليه اللي انا قلتها لحضرتك. قواعد طيب. التسعير نفسها يعني مهندس خالد يعني لو نعرفها اكتر عشان نقدر ان احنا يعني المشاهد الكريم يكون طيب. عنده المام بيها لو حضرتك طيب. تقول لنا عليها. طب معلش يا باشمهندس طيب. كمان هستأذن باشمهندس خالد، معلش انا بستأذن زميلتي آية وبستأذن طبعا. حضرتك انا معاك يوسف الحسيني. احنا عايزين نفهم بمنتهى التبسيط الممكن، حضرتك عارف اكتر مني الجماعة اللي قاعدين في تركيا وفي الدوحة شغالين ازاي. انا النهاردة عندي لجنة عند حضراتكم، اللجنة دي بتقول يا جماعة احنا صححني لو انا غلطان كل 3 اشهر هنشوف السعر كام، صح كده؟ تمام. طيب اللجنة دي بدأت عملها الأخير كان من 3 أشهر فاتوا في يوليو اللي فات، يوليو 2019. حلو خالص، يعني تقريبا من 3 شهور اهو، صح الكلام؟ تمام. جميل، احنا الكلام ده اتكتب في الجرايد واتقال في التلفزيونات من وقتها، في لجنة تمام. هتبص وهتشوف وهتقيم، صح الكلام؟ تمام. طيب يعني حضراتكم مش هتنزلوا سعر البنزين علشان خاطر الأخ محمد علي بيخوفنا بثورة؟ لا يا فندم. طيب هيبقى في عندي بقى نقطة أخيرة وأترك لحضرتك الميكروفون زي ما بيتقال. اتفضل يا فندم. أنا عندي مثلا سعر الدولار الحمد لله في مصر بيقل. تمام. عندي مثلا سعر عالمي لبرميل البترول سواء إذا كان برنت أو خليط أو إلى آخره واضح إن هو بيقل. تمام. يبقى في هذه الحال هلاقي السعر عندي بيقل ولا لا؟ طيب ولو سعر البترول قل بس سعر الدولار للاسف ثبت او للاسف جدا زاد له قرشين ثلاثه، نعمل ايه؟ طيب ولو الاثنين زادوا سعر البرميل البترول زاد ولا قدر الله سعر الدولار زاد، نعمل ايه؟ اشرح لنا بقى يا فندم. قواعد التسعير نفسها. بالراحه خالص وبمنتهى البساطه. اديله فرصه اشرحها كده ببساطه. ايوه يا ريت. المواطن حتى لما يجي يعملها مع نفسه في خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا او اللي جايين يقدر يعرف لوحده. خد وقت حضرتك، اتفضل. طيب هو احنا في شهر ديسمبر زي ما قلت لحضراتكم كان اللجنه دي اتشكلت وحطت قواعد. اللجنه القرار دوت كان طلع في شهر ديسمبر 2018. واخد بال حضرتك ده لمتابعه البنزين 95 فقط. على اساس ان احنا نعمل تجربه على 95، احنا منتهينا من البنزين 95 كدعم من فتره. التكلفه بتاعت المنتج بتنقسم لجزئين. جزء ثابت ده بيمثل حوالي 15% اللي هي الاعباء اللي هي التسويقيه والسياديه، ودي بتتغير كل سنه ما بنغيرهاش كل 3 اشهر. كويس. بدايه كل سنه ماليه بشوف اعبائي قد ايه وبثبتها. تمام. الجزء الثاني ده بيتغير، الجزء اللي هو بيمثل حوالي 85% من تكلفة المنتج بيتغير. بيتأثر بعنصرين، سعر الصرف وخام برنت. هندي مثال بسيط جدا. أنا لو نفترض إن المنتج ده تكلفته 10 جنيه أو سعره 10 جنيه، أنا بتكلم في أي منتج. الجزء الثابت فيه 2 جنيه، الجزء المتحرك المتغير اللي بيتأثر بسعر الصرف 8 جنيه وبيتغير بيتأثر بخام برنت. وجيت رجعت انا اشتغلت من يوليو اللي فات لمده 3 اشهر لقيت ان خام برنت مثلا كان 100 بقى 80، يبقى حصل انخفاض فيه حوالي 20%. صح. وحصل عندي في سعر الصرف عكس، كان ب 16 بقى ب 18، حصل فيه ارتفاع مثلا 15%. سعر الصرف وخام برنت معلن
للناس كلها، ده طبعًا. مش اجتهاد طبعا، دي نشرات عالميه ونشرات بتطلع من البنك المركزي يوميا وارقام رسميه. بالظبط كده. حضرتك لو اي واحد مسك الجزء المتغير اللي احنا بنعلن عنه وراح ضارب السعر خام برنت القديم الجديد على القديم في سعر الصرف الجديد على القديم، هيطلع النسبه المئويه اللي هي نقدر نزود او ننقص بيها. وزي ما احنا كنا بندي المثال دلوقتي، نفترض ان خام برنت كان 100 بقى 80 انخفاض 20%، وسعر الصرف زاد مثلا 15%، يبقى عندي ارتفاع او انخفاض 5%، اخفض المنتجات ب 5%. حصل انخفاض 15%، هخفض في حدود 10% بس، والعكس صحيح. يعني هي نسبيه متغيره. بالظبط كده. لا، اللجنه ما بتجتهدش. اللجنه بتطبق قرار طالع من شهر ديسمبر، بتشوف الجزء المتغير اللي بيتعرض اللي انا بشتريه بسعر الصرف خام برنت، تشوف نسبه التغير في سعر الصرف قد ايه. هذيك ده كان 16 جنيه ونص بقى 16 جنيه 30. اي واحد هيجي على الكالكوليتر 16 30 على 16 ونص هيطلع النسبه المئويه. خام برنت كان 64 بقى 59، انخفض مثلا 7%. كويس. بناء عليه هيقدر بالاثنين دول يقول ان السعر اللي جاي يبقى جميل جدا. طيب جدا يعني. ده معناه ان احنا ان شاء الله بعد 3 اشهر تانيين، يعني على شهر يناير اللي جاي باذن الله، اللجنه تنعقد تاني وتقول لنا والله يا جماعه سعر الخام زاد، يبقى هنشوف سعر لا قدر الله الدولار زاد، يبقى ساعتها هنشوف اذا كان في زياده. والله الاسعار نزلت اكتر من كده، امين يا رب العالمين، يبقى ممكن ننزل السعر كمان. صح كده؟ صح كده، لان دي تكلفه بتنزل على الدوله، فلازم المواطن يحس بيها يستفيد بيها. ده كلام محترم جدا. انا اعلن حضرتك، احنا طلعنا في من شهر 12 اللي فات احنا بنشرح القصه دي، وشهر يوليا جينا قلنا تاني لما زودنا الاسعار الخامية يا جماعه. معلش، التكرار بيعلم الشطار زي ما بنقول يا محمد. في الاعاده افاده، في الاعاده افاده. تمام. يعني هو مش مرتبط باي احداث، يعني موضوع يا جماعه مش اتولد النهارده، ده موجود بقرار، القرار رقم 1558. يعني خلي بالك برضو مهندس خالد، يعني الموضوع ده يعتبر جديد على الرأي العام، على الشعب المصري. فبنبقى محتاجين تذكير دايما بالقواعد وقواعد التسعير وإيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية، لأن برضو الموضوع بيبقى جديد وبنبقى محتاجين مرحلة التكرار دي. ومن حق الناس طبعا تعرف الحقيقة ونشرح لها ونقول لها، ونقول لها أن القرار دوت رقم 1558 نشر في جريدة الوقائع المصرية، الجريدة الرسمية، في 5/7/2019، ونشر قبليه في 30 ديسمبر 2018 نفس القرار بالنسبة لل 95، وقال في الآلية ديت اللي أنا بقولها، وقال لما يحصل انخفاض هنخفض، ولنا هنزاد هنزود. يا حضرتك، أنا بقول لحضرتك القرار عشان أي حد يدخل يجيبها، الجريدة الرسمية رقم كذا. والله هو اتنشر كمان في كل الجرايد التانية المملوكة للدولة، والجرايد الخاصة المملوكة لمؤسسات أو لجمعيات خاصة إلى آخره. أنا عايز أشكرك جدا يا دكتور خالد، أنا بالنسبة لي أنا كده أنا فاهم الموضوع. آية. طيب مهندس خالد، هل في تفصيلة حضرتك يعني كنت عايز تقولها وإحنا ما أتحتش لنا الفرصة إن إحنا نسأل حضرتك عنها؟ لا، انا شرحتها بوضوح جدا جدا جدا. السعر احنا اعلناه 8.75. اي حد حضرتك هيشوف نسبه التغير في سعر الصرف خام برنت خلال الفتره الجايه بعد 3 اشهر ويقدر هو لوحده يستنتجها. يعني انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئه البترول للتجاره الداخليه، على كل هذه طبعا التفاصيل المهمه اللي بتهم حضراتكم في المقام الاول، وبتهمنا احنا كمان، وبتهم اي فرد مواطن مصري، علشان خاطر في يناير اللي جاي الاقي بقى كده ايه خام البرميل البترول نزل يعمل له مثلا 30 35. يعني انا ما بحبش اضر بمصالح برضو اخواتنا واشقائنا في الخليج، بس احنا بصراحه احنا عايزين البنزين اللي عندنا يبقى رخيص. الدولار بقى مثلا، يعني مثلا الدولار كان النهارده 16.31، على يناير ممكن يعمل له ايه، نقول 16. والله دي هتبقى بهجاجة. يا ريت والله، حلوة بهجاجة دي، مصطلحاتك برضو لطيفة. مستجدة. طيب بنتكلم على الشائعات والفبركات والخزعبلات وكل الآت اللي هي بتعملها طبعا جماعة الإخوان، ولا تكل ولا تمل منها. كانت في تصريحات لدكتور علي عبد العال تم تحريفها، رئيس مجلس النواب طبعا. تم تحريفها بشكل كبير جدا، فاحنا عايزين نشوف وزمايلنا يكونوا معانا دلوقتي، نشوف التقرير ده ونرجع نتناقش في القصة دي. ماشي، يلا بينا. يسلكون كل الطرق لتحقيق مصالحهم الخاصة، فالغاية عندهم تبرر الوسيلة،
هذا ما فعله تنظيم الإخوان الإرهابي حينما استغل أتباعه تصريحات رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان، ونسبوا إليه زورا وبهتانا تشبيهه للرئيس السيسي بالزعيم الألماني أدولف هتلر في معرض حديثه عن البنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا. بضاعة الإخوان الخاسرة سرعان ما وجدت طريقها إلى الصحافة الألمانية التي وقعت في فخ التنظيم الإرهابي وتناست ما دأبت على ترديده من التزامها بالحيادية والمهنية، وتعاملت مع تلك التصريحات بدون التحقق من صحتها أو عدمه، ولم تكلف نفسها حتى عناء الرجوع لمصدر رسمي مصري للوقوف على حقيقتها ومدى دقتها. ليس تأويل حديث رئيس البرلمان هو الواقعة الأولى التي تكشف زيف وفبركة الإعلام الألماني تجاه مصر، إذ أن هناك عشرات الوقائع خلال السنوات القليلة الماضية التي تكشف بلا مؤاربة الوجه الحقيقي لهذا الإعلام المسموم الذي يطعن الدولة المصرية في خاصراتها، وكانت مجموعة دويتش فيلا هي صاحبة النصيب الأكبر من ذلك بعد أن فتحت نوافذها التلفزيونية والإلكترونية لمأجورين يهاجمون الدولة المصرية ويدعون للفوضى وزعزعة استقرارها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الماكينة الإعلامية الألمانية تبنت خطابا منحازا لتنظيم الإخوان الإرهابي والتيارات المتطرفة، وهو ما انعكس على استعانتها بصحفيين وكتاب من اتجاهات سياسية محددة وضيقة، وإغفال التناول المهني والموضوعي للشأن المصري والعربي بشكل عام، وتغاضي عن جرائم الإرهاب في كثير من مناطق العالم. كما وقع في الفخ ذاته عدد من وسائل الإعلام العالمية التي تناقلت مزام تنظيم الإخوان الإرهابي وما ردده كذبا من تصريحات تم نسبها إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال بدون تحري الدقة والمصداقية فيما تنقل، مما يدل على توجهها المنحاز ضد الدولة المصرية والدعم لأجندات خفية لزعزعة استقرارها. إلا أن الرد على تلك المزاعم والادعاءات لم يتأخر كثيرا، فخرج الدكتور علي عبد العال ليؤكد أن تصريحاته أسيء فهمها وتم تحريفها، نافيا ثنائه على هتلر أو تشبيه الرئيس السيسي به، مؤكدا أنه لا يمكنه الإشادة بشخصية ارتكبت خطايا وجرائم بحق العالم. كما أوضح رئيس مجلس النواب أن إشادته كان المقصود بها الشعب الألماني وبنيته التحتية التي تعتبر نموذجا فريدا في البنية التحتية على مستوى العالم، مؤكدا أن مصر تسير في هذا الإطار الخاص ببناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال. ردود عبد العال جاءت حازمة لا لبس فيها ولا تأويل، لتخرس أفواها اعتادت الكذب وأقلاما استهوت الخداع وصحافة تغنت يوما بالحياد وهي أبعد ما تكون عنه. بخلاف اللي احنا شفناه في التقرير ده، في بيان صادر يوم 30 سبتمبر 2019 من مكتب الإرشاد. بص، في نقاط كتيرة كده، بس اللي لفت نظري في النقطة دي عشان بس احنا بنتكلم في ليه علاقة، يمكن اهو البيان نصه على الشاشة اهو، الاستمرار في التصعيد وزيادة الحشد الشعبي وتشكيل ضغط على نظام الانقلاب لخلق حالة من الاضطراب ودعم حالة الإحباط، ضرب المعنويات طبعا، الشائعات، إحباطات، الفبركات، والتقرير اللي احنا شفناه ده طبعا يعني بيرصد ده كمان لرئيس مجلس النواب. شايف ايه؟ هو ده مش هينتهي يا آية، ولازم نبقى احنا كلنا متفاهمين وفاهمين كويس جدا انه ده مش هينتهي. احنا بنتكلم على جماعة اتأسست تقريبا بقالها يجي 90 سنة واخد قرار انها عايزة تحكم العالم مش بس تحكم مصر. بلد التأسيس بتاعها زي ما احنا عارفين دولة المقر كانت مصر للأسف الشديد، يعني هم اصطادونا الصيدة دي. هو مش هيتنازل ولا هيتراجع ولا هيفكر تحت اي ظرف من الظروف انه خلاص اتهزم فهيتوقف ابدا، هيفضل دايما طول الوقت. عشان كده كنت بقولك في البداية خلاص، هي المسألة كلها حلاوة روح، وانت كل ما هتضربه كل ما هيتوجع أكتر فهيعلو الصراخ، أو كل ما هيشوفك بتتحرك بخطوات إيجابية فده بالنسبة له هو اللي محبط. هو مش أنت اللي هتحبط، هو اللي بيحبط. أول ما هتطلع لقدام هفكرك بحاجة لطيفة. أنا متذكر كويس جدا أول ما بدأ يحصل كلام على مسألة العاصمة الإدارية الجديدة، أول حاجة قالوها الناس بتوع قنوات الشرق ومكملين، أول حاجة خالص مفيش حاجة اسمها عاصمة إدارية جديدة، الكذابين ده فنكوش يا جماعة. طيب
بعد كده اللي هيعدي في طريق العين السخنة هيشوف من بعيد ملامح كده، واللي يعدي على طريق السويس هيشوف ملامح، هتعدي طالع على الجلالة هتشوف ملامح، والله عاوز تقترب وتروح وتتفرج على السايتس اللي هناك. طب اقول لك على حاجة بدون يعني قطع كلامك، عملوا نفس القصة دي في قصة الفنكوش اللي احنا عمالين نتكلم عليها كده برضو في مدينة زويل. رحنا بعتنا زميلنا العزيز محمد بهادة مراسل اكسترا نيوز، عملنا تقرير كامل، ياريت يكون معانا. طيب هو هيبقى جاهز برضو، قالوا ان هو فنكوش وطلعوا صورة كده وفيديو ان يا جماعة دي صحراء جرداء وفي نفس الوقت ده ما فيش اي حاجة. فروحنا بعتنا كاميرا شفنا ان الموضوع زي ان انت بتقوله ده بالظبط في العاصمه الاداريه. المساله ابعد، هو طول الوقت هيفضل وراك العاصمه الاداريه، قال لك دي فنكوش. طيب بدات تطلع العاصمه الاداريه قال لك شفتوا فلوس مصر بيتبني بيها عاصمه اداريه جديده، مش كان اولى الفلوس دي حطيناها في ان احنا نبني المصانع؟ فقلنا طيب يا جماعه هو بالمناسبه يعني هو الفلوس اللي بتتبني بيها العاصمه الاداريه الجديده دي حاجه اسمها استثمارات، ما هياش فلوس مقتطعه من الموازنه العامه للدوله عشان ابني بيها هذه المباني سواء اذا كانت مباني سكنيه او اداريه. الخ الخ الخ، لا انا عندي ارض كانت صحراء جرداء فعلا، لا زرع فيها ولا ماء، المتر فيها ما يجيبش حاجة غير في قلوبنا احنا بقى، دي حتة من مصر ده موضوع تاني. طيب فقلنا والله يا جماعة احنا هنعمل هنا عاصمة جديدة، عاوزين حضراتكو تستثمروا معنا في العاصمة الجديدة. فيجي بقى مثلا شركات يوسف الحسيني للمش عارف التنمية العقارية، ايوة انا عايز 100 فدان، طيب سعر المتر بكام؟ سعر المتر بكذا، اتفضل ادي الفلوس. فانا بروح حاطط فلوس لمين؟ للدولة. انا عارف انك عايز تلاقي فاصل. ففي النهاية انا كمستثمر رحت اشتريت ارض، الارض دي من اللي قبض ثمنها الدولة. فالدولة تاخد الفلوس وتعمل ايه؟ جزء منه ابدأ اشتغل لك على بنية اساسية وطرق مواصلات ومترو وشوارع الى اخره، والباقي بيخش فين؟ خزانة الدولة. يعني التراب او شوية الرمل الاصفر اللي كان هناك بقى بيتباع بفلوس كتير. طب هنعرف العائد كمان من الفلوس الكتير دي، بس صح ماشي. زي ما انت قلت لي كده، فصل ونرجع تاني لحضراتكم بسرعه.